وانتقل مشاهدينا بالمتابعه الى الاستاذ جميل العفيفي، مدير تحرير جريده الاهرام. استاذ جميل، قراءتك لكلمه الرئيس اولا بمناسبه الذكرى 70 لثوره 23 من يوليو. في البدايه طبعا بحب اهني الشعب المصري كله بمناسبه ثوره 23 يوليو المجيده اللي اعادت بناء الدوله المصريه او الاول جمهوريه في مصر. بهني القوات المسلحه الابطال اللي هم دائما ما يضحوا في سبيل الوطن وفي سبيل رفعه الوطن المصري. طبعا كلمه الرئيس النهارده كلمه مهمه في اطار الاحتفال بذكرى 23 ثوره 23 يوليو. اهم طبعا توجيه الرئيس الشكر لرجال القوات المسلحه، وان رجال القوات المسلحه دائما ما يقدمون التضحيات في سبيل الوطن، ان الدوله ايضا مستمره في البناء والدخول الى الجمهوريه الجديده اللي بتطور الانسان فكريا واجتماعيا وسياسيا وعلى كافه المستويات. طبعا تحيه الرئيس لزعماء وقاده ثوره 23 يوليو ده مهم جدا، وبيرسخ مبدا اساسي ان القوات المسلحه المصريه دائما من جيل الى جيل يسلم جيل، كل جيل يسلم الجيل اللي بعده من اجل دفاع عن الوطن ودفاع عن الارض ودفاع عن كل مكتسبات الدوله المصريه على مدار تاريخها كله. نعم، ثورة 23 من يوليو نقلت مصر من الحياة الملكية للحياة الجمهورية، يعني وقتها تم اتخاذ من الصراع نهج لبناء الدولة والنهوض بمقدراتها. كيف ترى ذلك وانعكاسه على مستقبل البلاد في الماضي، ويعني ما يتم الاستفادة منه الآن في إعادة هذه الروح بيعني ما تم من طفرة في البنية التحتية والنهوض بها وأيضا في قطاع الصناعة؟ هو طبعا ثورة 23 يوليو أعادت كثير للمواطن المصري ولمصر بشكل عام. أهمها طبعا أهم ما حدث في ثورة 23 يوليو أو من مبادئ 23 يوليو اللي هو مجانية التعليم، التأمين الصحي، الاهتمام بالمواطن، إنشاء المصانع الكبرى، إنشاء المشروعات القومية الكبرى، إنشاء جيش وطني حقيقي قادر على حماية الدولة المصرية. وده كان من أهم برضه ما تم تنفيذه في ثورة 23 يوليو. احنا شفنا العديد من المصانع الكبرى تم إنشائها، مصانع الغزل والنسيج، مصانع الأسمنت، مصانع الحديد والصلب، إنشاء السد العالي، بناء السد العالي، تأميم قناة السويس. كل ده الدور الريادي لمصر كان وقتها في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم كله، وإنشاء العديد من التجمعات الدولية والعربية أهمها طبعا محركة عدم الانحياز وخلافه. كانت مصر دولة قوية قادرة بعد الثورة، ده بناء على منهج ثورة 23 يوليو ومبادئ ثورة 23 يوليو اللي مشت عليها، افادت كثيرا من الدوله المصريه. كان للاسف شديد ما كانش القرار المصري قرار خالص قبل ثوره 23 يوليو، لكن ما بعد الثوره كان قرار مصري وطني خالص، الهدف منه المصلحه الوطنيه، الهدف منه الارتقاء بالدوله المصريه، المساواه داخل المجتمع المصري. وهو ده اللي احنا شفناه من خلال مجانيه التعليم، من خلال دخول الجامعات، الكليات العسكريه وخلافه. كل ده قدر ان هو يجعل ان في مصر اجيال وراء اجيال، التعليم اصبح شيء اساسي في الدوله المصريه، الاهتمام بالمواطن، الاهتمام بالصحه، الاهتمام بكل مناحي الحياه المصريه، ده اساس الدوله او ثوره 23 يوليو وضعته. طبعا احنا في الوقت الحالي لو جينا قارنا ما حدث في ثوره 23 يوليو وما يحدث الان او الاستمرار هذه الفتره، طبعا احنا شايفين ان في الوقت الحالي منذ عام 2014 او بعد 30/6/2013 الدوله اخذت نهج مهم جدا، وهو اعاده بناء الدوله المصريه مره اخرى. كانت الدوله للاسف في حاله انهيار تام، لكن الاستراتيجيه الواضحه التي تم وضعها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو اعاده بناء الدوله، دخول الى جمهوريه جديده، جمهوريه قادره
على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا، وهو ده اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي، بناء الدولة، بناء المشروعات القومية الكبرى، الاعتماد على ذات القرار المصري خالص، عدم الاعتماد على الخارج بشكل كبير، الاعتماد على الدولة المصرية بتوفير فرص عمل، كل ده احنا شايفينه بجانب امتلاك القوة القادرة على حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية وإقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم، مع القوى الفاعلة في العالم بشكل عام. مفيش احنا مع معسكر ضد معسكر، بالعكس كل القوى الفاعلة على مستوى العالم كله احنا نقيم علاقات متوازنة معاها. ولهذا السبب شفنا مصر في الوقت الحالي قد ايه العالم بيقدرها، قد ايه العالم بيحترم التجربة المصرية في إعادة بناء الدولة مرة أخرى، قد ايه القوات المسلحة قادرة على مكافحة ومحاربة الإرهاب وعودة الاستقرار مش لمصر فقط ولكن للمنطقة بشكل عام. طيب إلى أي مدى ساهمت هذه الرؤية في الصمود أمام التحديات التي يمر بها العالم، بما أنه مصر ليست بمعزل عن العالم وليست بمعزل عن هذه التحديات، وهذا ما ذكره الرئيس في سياق كلمته؟ هو بالطبع مصر مش بمعزل عن العالم، ولكن الرؤية الاستراتيجية الواضحة اللي قلت لحضرتك عليها اللي تم وضعها في عام 2014 اللي هو الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطعام، تخزين منتجات للاحتياطي الاستراتيجي للمواد الاستراتيجية زي القمح والزيوت وخلافه، زراعة مساحات كبيرة من الأراضي المصرية والخروج برا الدلتا، وهو ده اللي احنا شفناه من خلال مشروعات توشكا ومشروعات مستقبل مصر وخلافه. كل ده طبعا جعل ان احنا نمر بالعديد من الازمات، اهمها طبعا ازمه كورونا لمده سنتين، ثم من بعد ذلك الحرب الروسيه الاوكرانيه. احنا شايفين دول كثيره، دول كبرى في اوروبا ودول العالم كله تاثرت بشكل كبير جدا جراء الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن الاستراتيجيه المصريه الواضحه خففت من اثار هذه الأزمات الاقتصادية العالمية وخففت من الضغوط اللي على المواطن المصري في الوقت الحالي. طبعا بناء على هذه الاستراتيجية الواضحة والخطط التي موضوعة البدائل في مواجهة الأزمات الدولية والأزمات في المنطقة بشكل نعم. أشكرك الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.